قال تعالى لمسجد أسس على التقوى وهو مسجد قباء، كما قالت أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. هذا المسجد الذي أسس على التقوى هو مسجد قباء، وفي مسلم أنه مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تعارض بينهما لأن كلا المسجدين بني على تقوى.